بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، ومن على هذا الموقع عندنا هذا الخبر: دون لامه كفيكتيم دون أغناك أغون ديسيل. إذا نتكلم عن مطاحن المغربية، فيكتيم فيكتيم أن ضحية، دون أغناك طبعا نتكلم عن أغناك، تعني مخادعة، تعني خداع أو مراوغة، خداع أو مراوغة. أغون ديسيل على نطاق واسع، أغون ديسيل. طبعا إيسيل ممكن أن يعني السلم، سواء تعلق الأمر بالسلم الذي نصعده أو تعلق الأمر بسلم كسلم الخريطة مثلا إلى غير ذلك. المقصود بهنا على مستوى واسع. ثم عندنا هنا إن بوم كومبوزي دان فو كوميرسيال، إذا نتكلم عن عصابة مكونة من انفو كوميرسيال. انفو كوميرسيال كما نقول تاجر مزور، دو لا جيرونت دون سوسيتي دو ديستريبيسيون. ثم نتكلم عن مسيرة شركة التوزيع، اي دو سون ايبو، اي دو سون ايبو. ثم زوجها، ليبوز الزوجة، اذا هنا عندنا اي دو سون ايبو، اي دو سون ايبو. اذا نتكلم عن وزوجها، نتكلم هنا عن تاجر مزور، ثم نتكلم عن مسيرة شركة للتوزيع، ثم نتحدث عن زوجها. سيبلي، سيبلي يهدف أو يرمي إلى أو يصوب نحو. سيبلي يعني أنها ترمي أو تهدف إلى ديمولان إليزاغناكي. إذا هذه العصابة كانت تستهدف ماذا؟ كانت تستهدف ديمولان، كانت تستهدف مطاحين إليزاغناكي. ثم خداعها، voici leur modus operandi. modus operandi كما عندنا في النص، المقصود بها مود اوبيراتوار، كأننا نتكلم عن الطريقة العملية، مود اوبيراتوار. ثم عندنا في حالة أخرى modus vivendi، إذا نتكلم عن مود دو في، طريقة العيش، طريقة العيش. إذا طبعا هذه الكلمة تأتي من اللاتينية كما نلاحظ، جلالة مودوس، إذا الكلمة تأتي من اللاتينية، إذا المقصود بها مود، إذا الطريقة. إذا كما عندنا هنا، إذا نتكلم عن الطريقة العملية التي تم بها النصب. سبيسياليزي دون دي زافير دارناك، متخصصين في أعمال الخداع. إن بوند كريمينال، أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري اندستريال، عصابة إجرامية. أشوازي أن اختارت، عندنا غير شوازي هنا، مصرف مع لوكسيليغ أفوار أو بريزون. طبعا سيصبح عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل شوازيغ، فنحصل على لو باسي كومبوزي لفعل شوازيغ. إن بوند كريمينال أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري اندستريال، عصابة إجرامية اختارت قطاع المطاحن الصناعية pour faire des dégâts، من أجل إنجاز خسائر. إذا سبيسياليزي دون لي زافير دغناك، إذا متخصصة في عمليات النصب. إن بوند كريمينال أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري اندستريال pour faire des dégâts، إذا عصابة إجرامية اختارت قطاع المطاحن، من وتخي المقصود بها مطاحن اندستريال صناعية. نتكلم هنا عن الاندستري يعني الصناعة. pour faire des dégâts، من أجل إنجاز خسائر. cette bande، هذه العصابة، composée، مركبة أو مشكلة، d'un faux commercial، من تاجر مزور، de la gérante d'une société de distribution، de la gérante d'une société de distribution، من مسيرة شركة التوزيع، et de son époux، et de son époux، ومن زوجها. a frappé يعني أن ضربت، dans le nord، ضربت في الشمال، ضربت في الشمال، المقصود أن قامت بجريمتها في شمال المغرب. en ciblant de célèbres moulins، مستهدفة مطاحن مشهورة. en ciblant، مستهدفة
بالصلاب هملا مستهدفة مطاحن شهيرة ومشهورة ومعروفة. دابخي لي سورس دي كوتيديا الصباح، من خلال مصادر اليومية الصباح، كي سوبونش سور سو سوجي التي انكبت على هذا الموضوع، المقصود انها اهتمت بهذا الموضوع دون سون ايديسيون دي ويكاند دي 5 اي 6 جوان دون سون ايديسيون، كما نقول في اخراجها او كما عندنا هنا في طبعتها، في طبعتها دي ويكاند، نتكلم عن نهاية اسبوع دي 5 اي 6 جوان، اليوم 5 و 6 من شهر 6. لي زاليمون دو لا بوند، اذا نتكلم عن عناصر عصابة، سونتونتخي انهم دخلوا اون كونتاكت افيك لي ريسبونسابل دان مولان، يعني دخلوا في اتصال افيك لي ريسبونسابل دان مولان، مع مسؤولي مطحنة، مع مسؤولي مطحنة. نتكلم هنا عن عناصر او اعضاء هاد العصابة، انهم دخلوا في تواصل مع المسؤولين لمطحنة معروفة، proposant leur service de distribution et la prospection de nouveaux marchés en contrepartie de commission. إذا proposant leur service، يعني مقترحين خدماتهم. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروبوزي، عندنا فعل اقترح، proposant مقترحين leur service، مقترحين خدماتهم de distribution للتوزيع. نتكلم احيانا عن لو فيرب ديستريبيي، فعل وزع، انك توزع سلعه على اماكن معينه. بروبوزون لوغ سيرفيس دو ديستريبيسيون، مقترحين خدماتهم للتوزيع. اي لا بروسبكسيون دو نوفو مارشي اون كونتر بارتي دو كوميسيون. اي لا بروسبكسيون، كما نتكلم عن التنقيب او استكشاف دو نوفو مارشي، اسواق جديده. هؤلاء الأعضاء من هاد العصابة، إذا طبعا دخلوا كمسؤولين، يقترحون على مسؤولي المطحنة بأنهم سيقومون بتوزيع سلع المطحنة ثم استكشاف أسواق جديدة. طبعا مسؤولي المطحنة سيعجبهم الأمر، لكن مقابل ماذا؟ en contrepartie، مقابلة de commission. كلمة كوميسيون ممكن أنها تعني لجنة إلى غير ذلك أو دعوة، لكن كما عندنا هنا نتكلم عن جزء من الأرباح، إذا نتكلم عن عمولة. طبعا هاد الجهة ستقوم بهذا العمل مقابل عمولة، إذا أون كونتر بارتي دو لا كوميسيون، إذا طبعا هي اقترحت هاد الخدمة مقابل عمولة. بور سو فيغ، من أجل هذا العمل، طبعا لكي ينجز هذا العمل، لو فو كوميرسيال نيغوسيي لافير، إذا نتكلم عن التاجر المزور كما نقول نيغوسيي، يعني أنه ناقش. طبعا نتكلم عن لو فيرب نيغوسيي، يعني أنك تناقش شيئا ما، أنك تناقش ثمنا مثلا، كما عندنا هنا نيغوسيي لافير، طبعا أنه ناقش هاد المهمة. سيني لو كونترا، ثم أنه وقع العقد. Et baliser la voie à la société de distribution. Et baliser la voie à la société de distribution. Et baliser la voie à la société de distribution. كما نقول أن وضع المعالم لشركة التوزيع. باليزي كما نتكلم عن لي باليز، تلك الأدوات التي نضع على جنبات الطريق مثلا، إذا نتكلم عن لي باليز. Sur la base du contrat، على قاعدة العقد، المقصود هنا على أضواء هذا العقد. سيني على أضواء، sur la base du contrat signé، sur la base du contrat signé، إذا كما نقول على قاعدة هذا العقد الموقع، المقصود بمعنى آخر على أضواء هذا العقد الموقع. les responsables du moulin livrer les produits à la société de distribution، مسؤولي المطاحين ليغي، انهم سلموا مرتكزين على هذا العقد الموقع، لي ريسبونسابل دي مولان ليغي لي برودوي
à la société de distribution. إذا طبعا على ضوء هذا العقد الموقع مسؤول المطاحين ليبغي لي برودوي كانوا يسلمون البضائع أو المنتوجات à la société de distribution إلى شركة توزيع afin de les revendre من أجل إعادة بيعها sur le marché على السوق أو في السوق et de gagner leur commission وليربحوا عملاتهم كما اتفقوا على ذلك mais précise les sources du quotidien ولكن كما أوضحت مصادر اليومية mais précise ولكن كما أوضحت les sources du quotidien مصادر اليومية les membres de la bande ne cédaient pas les produits selon les clauses du contrat Les membres de la bande ne cédaient pas les produits selon les clauses du contrat. Aba al-Isaba ne cédait pas. Il y a même l'amiabio. Taban le verbe cédé maqsoubi aydan ba'a. Ne cédait pas les produits. Il y a même l'amiabio. El mentoujet selon les clauses. Selon les clauses du contrat. Hasab ittifaqiyat al-aqd. Hasab shurut al-aqd. أو حسب بنود العقد mais les vendaient à des prix très bas ولكن باعوها بأثمنة جد نازلة كما نقول المقصود أنهم باعوها بأثمنة رخيصة exigeant يعني ملزمين le paiement en argent liquide يعني أنهم كانوا يلزمون المشترين le paiement يعني بأداء en argent liquide يعني انهم كانوا يلزمون المشترين بالاداء باموال حقيقيه لم يكونوا يسمحون مثلا بالشيكات او بوسائل اخرى للدفع par la suite فيما بعد il règle au moins les montants globaux des transactions par des chèques au nom de l'époux de la gérante de la société de distribution et donc par la suite فيما بعد الغيغلي يعني انهم كانوا يسوون المقصود انهم كانوا يؤدون طبعا هم سيأخذون الاموال من المشترين ثم سيؤدون الاتمنة لمن للممولين نتكلم عن المطاحن هنا par la suite فيما بعد الغيغلي اذا هم كانوا يسوون املا للمطاحن لمونطو غلوبو كانوا يسوون المبالغ الإجمالية دي ترانزاكسيون بار دي شيك كانوا يسوون المبالغ الإجمالية دي ترانزاكسيون طبعا كلمة ترانزاكسيون مقصود بها تلك العملية التي تتم بين البائع والمشتري البائع يعطي السلعة والمشتري يعطي أموال إذا نتكلم عن هذه العملية تسمى ترانزاكسيون إذا طبعا هؤلاء الأعضاء كانوا يسوون هذه العمليات عملية البيع والشراء par des chèques من خلال شيكات en nom de l'époux باسم الزوج يعني هذه الشيكات كانت تحمل اسم الزوج de la gérante de la société de distribution إذا كانت تحمل اسم زوج مسيرة شركة التوزيع font savoir les sources du quotidien عملت على المعرفة مصادر اليومية بمعنى آخر كما أوضحت مصادر اليومية faut savoir يعني أنها عملت على المعرفة المقصود أنها عرفت من عرف بهذه الأخبار التي ذكرنا الآن les sources du quotidien يعني مصادر اليومية التي نتحدث عنها Mais les chèques étaient sans provision. Mais les chèques étaient sans provision. ولكن الشيكات كانت بدون رصيد. Et l'individu recherché à l'échelle nationale. ثم الشخص المبحوث عنه à l'échelle nationale. على المستوى الوطني. Pour émission de chèques en bois. Et l'individu recherché à l'échelle nationale, ثم الشخص المبحوث عنه على المستوى الوطني,
pour émission de chèques en bois بسبب إصدار شيكات en bois بدون رصيد. طبعا شيكات بدون رصيد نسمى أيضا شيك en bois. شيك en bois أو bien chèque sans provision. Mais les chèques étaient sans provision ولكن الشيكات كانت بدون رصيد. Et l'individu recherché à l'échelle nationale pour émission de chèques en bois est escroquerie. ثم الشخص المبحوث عنه على المستوى الوطني pour émission de chèques en bois بسبب إصدار شيكات بدون رصيد est escroquerie. ثم تبين حينئذ بأن الشخص سبق البحث عنه على المستوى الوطني est escroquerie. ثم بسبب النصب est escroquerie. ثم بسبب النصب. C'est ainsi que l'affaire a éclaté. C'est ainsi que l'affaire a éclaté. إنه عندئذ بأن الأمر انفجر. إذن من هنا كما نقول أن الوضع انفجر. أجوت لو كوتيديان. أضافت اليومية. أجوت لو كوتيديان. إنه حينئذ أو إنه هكذا انفجرت القضية أو انفجر الأمر إلى غير ذلك. أجوت لو كوتيديان. أضافت اليومية. إذا من هنا عرفوا بأن القضية فيها خداع وليس كما تم الاتفاق عليه. أتطوان بمدينة تطوان لو بارك كومبيتون أغياجي رابيدمون أن أوردونون لوفرتور دو لونكيت إي لارستاسيون دي زيليمون دو لا بوند. أتطوان بمدينة تطوان لو بارك كومبيتون نتكلم عن القانون المختص أغياجي رابيدمون أن أوردونون لوفرتور دو لونكيت إي لارستاسيون دي زيليمون دو لا بوند. إذن لو بارك كومبيتون إذا نتكلم عن القانون المختص أغياجي أنه استجاب أو أنه تفاعل بمعنى آخر rapidement بسرعة en ordonnant l'ouverture d'une enquête et l'arrestation des éléments de la bande. يعني آمرا بفتح تحقيق et l'arrestation des éléments ثم توقيف العناصر de la bande عناصر العصابة avant qu'il arnaque d'autres entreprises قبل أن تنصب على d'autres entreprises على شركات أخرى. La dernière victime de cette bande, إذن آخر ضحية لهاد العصابة, a été une célèbre société de moulin. كانت شركة مطحنة مشهورة. A été une célèbre, يعني كانت مشهورة. من التي كانت مشهورة؟ société de moulin. شركة مطحنة. غولي كما نقول أن لفت. غولي كما نقول أن لفت. أو أحيط بها. Selon le même modus operandi, بنفس الطريقة العملية, le commercial a proposé ses services de distribution de farine et de produits dérivés en contrepartie de 5 dirhams, de 5 dirhams par quintal. يعني أن التاجر, le commercial, a proposé ses services de distribution, يعني أن التاجر يقترح خدماته للتوزيع de farine et de produits dérivés, يعني يقترح خدمات لتوزيع الطحين et de produits dérivés. ثم المنتوجات المتشعبة عنها أو المنتوجات المنحدرة من هاد الطحين. ثم المنتوجات المتشعبة أو المنتوجات التنوية نتكلم عن بقية المنتوجات التي تنتج أيضا نفس هاد المطاحين. إذا نتكلم عن produits dérivés. En contrepartie, طبعا هذه العصابة تقترح خدماتها بتوزيع الطحين ثم بتوزيع بقية المنتوجات en contrepartie de 5 درهم par quintal مقابل 5 دراهم لكل قنطار. Après plusieurs commandes, بعد عدة كوموندات بعد عدة طلبات le pot aux roses كما نتكلم عن وعاء بالورود a été dévoilé أنه تم الكشف عنه. a été dévoilé أنه تم الكشف عنه كما نتكلم عن هذا الوعاء الورود تم فضح أمره. كما نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشرت الكتم والجرائم بسبب انعدام الضمير ثم بسبب ربما القوانين التي لا تساير هذه التطورات المؤسفة. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومن على هذا الموقع عندنا هذا الخبر: دون لامه كفيكتيم دون أغناك أغون ديسيل. إذا نتكلم عن مطاحن المغربية، فيكتيم فيكتيم أن ضحية، دون أغناك طبعا نتكلم عن أغناك، تعني مخادعة، تعني خداع أو مراوغة، خداع أو مراوغة. أغون ديسيل على نطاق واسع، أغون ديسيل. طبعا ديسيل ممكن أنه يعني السلم، سواء تعلق الأمر بالسلم الذي نصعده أو تعلق الأمر بالسلم كسلم الخريطة مثلا إلى غير ذلك. المقصود بهما على مستوى واسع. ثم عندنا هما إن بوم كومبوزي دان فو كوميرسيال، إذا نتكلم عن عصابة مكونة من أنفو كوميرسيال. أنفو كوميرسيال كما نقول تاجر مزور، دو لا جيرونت دون سوسيتي ديستريبيسيون. ثم نتكلم عن مسيرة شركة التوزيع، إدو سون إيبو، إدو سون إيبو. ثم زوجها، ليبوز الزوجة، إذا هنا عندنا إدو سون إيبو، إدو سون إيبو. إذا نتكلم عن وزوجها، نتكلم هنا عن تاجر مزور، ثم نتكلم عن مسيرة شركة للتوزيع، ثم نتحدث عن زوجها. سيبلي، سيبلي يهدف أو يرمي إلى أو يصوب نحو. سيبلي يعني أنها ترمي أو تهدف إلى ديمولان إليزارناكي. إذا هذه العصابة كانت تستهدف ماذا؟ كانت تستهدف ديمولان، كانت تستهدف مطاحين إليزارناكي. ثم خداعها، فواسي لو مودي أوبيروندي. مودي أوبيروندي كما عندنا في النص المقصود بها مود أوبيراتوار، كما نتكلم عن الطريقة العملية مود أوبيراتوار. ثم عندنا في حالة أخرى مودي فيفوندي، إذا نتكلم عن مود دو في، طريقة العيش، طريقة العيش. إذا طبعا هذه الكلمة تأتي من اللاتينية كما نلاحظ، جلاتا مودي، إذا الكلمة تأتي من اللاتينية، إذا المقصود بها مود، إذا الطريقة. إذا كما عندنا هنا مود أوبيروندي، إذا نتكلم عن الطريقة العملية التي تم بها النصب. سبيسياليزي دون دي زافير دارناك، متخصصين في أعمال الخداع. إن بوند كريمينال أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري أندستريال، عصابة إجرامية أشوازي أن اختارت، عندنا غير شوازي هنا، مصرف مع لوكسيليغ أفوار أو بريزون. طبعا سيصبح عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل شوازيغ، فنحصل على لو باسي كومبوزي لفعل شوازيغ. إن بوند كريمينال أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري أندستريال، عصابة إجرامية اختارت قطاع المطاحن الصناعية بور فار دي ديغا، من أجل إنجاز خسائر. إذا سبيسياليزي دون لي زافير دارناك، إذا متخصصة في عمليات النصب. إن بوند كريمينال أشوازي لو سيكتور دو لا مينوتري أندستريال بور فار دي ديغا، إذا عصابة إجرامية اختارت قطاع المطاحن، مينوتري مقصود بها مطاحن اندستريال صناعية، نتكلم هنا عن الاندستري يعني الصناعة. بور فار دي ديغا من أجل إنجاز خسائر. ست بوند هذه العصابة، كومبوزي مركبة أو مشكلة، دان فو كوميرسيال من تاجر مزور، دو لا جيرونت دون سوسيتي دو ديستريبيسيون، دو لا جيرونت دون سوسيتي دو ديستريبيسيون، من مسيرة شركة التوزيع، إي دو سون إيبو، إي دو سون إيبو، ومن زوجها. أفخابي يعني أن ضربت، دون النور ضربت في الشمال، ضربت في الشمال، المقصود أنها قامت بجريمتها في شمال المغرب. أون سيبلون دو سيليبر مولا، مستهدفة مطاحن مشهورة. أون سيبلون
مستهدفة بالصلاب هملا مستهدفة مطاحن شهيرة ومشهورة ومعروفة. دابخي لي سورس دي كوتيديا الصباح، من خلال مصادر اليومية الصباح، كي سو بونش سور سو سوجي التي انكبت على هذا الموضوع، المقصود انها اهتمت بهذا الموضوع دون سون ايديسيون دي ويكاند دي 5 اي 6 جوان دون سون ايديسيون، كما نقول في اخراجها او كما عندنا هنا في طبعتها، في طبعتها دي ويكاند، نتكلم عن نهاية اسبوع دي 5 اي 6 جوان، اليوم 5 و 6 من شهر 6. لي زيليمون دو لا بوند، اذا نتكلم عن عناصر عصابة، سونتونتخي انهم دخلوا اون كونتاكت افيك لي ريسبونسابل دو مولان، يعني دخلوا في اتصال افيك لي ريسبونسابل دو مولان مع مسؤولي مطحنة، مع مسؤولي مطحنة. نتكلم هنا عن عناصر او اعضاء هاد العصابة، انهم دخلوا في تواصل مع المسؤولين لمطحنة معروفة، proposant leur service de distribution et la prospection de nouveaux marchés en contrepartie de commission. اذا proposant leur service، يعني مقترحين خدماتهم. طبعا عندنا هنا لو فيرب بروبوزي، عندنا الفعل اقترح، proposant مقترحين leur service، مقترحين خدماتهم de distribution للتوزيع. نتكلم احيانا عن لو فيرب ديستريبيي، فعل وزع، انك توزع سلعه على اماكن معينه. بروبوزون لوغ سيرفيس دو ديستريبيسيون، مقترحين خدماتهم للتوزيع. اي لا بروسبكسيون دو نوفو مارشي اون كونتر بارتي دو كوميسيون. اي لا بروسبكسيون، كما نتكلم عن التنقيب او استكشاف دو نوفو مارشي، اسواق جديده. هؤلاء الأعضاء من هاد العصابة، إذا طبعا دخلوا كمسؤولين، يقترحون على مسؤولي المطحنة بأنهم سيقومون بتوزيع سلع المطحنة ثم استكشاف أسواق جديدة. طبعا مسؤولي المطحنة سيعجبهم الأمر، لكن مقابل ماذا؟ en contrepartie، مقابل de commission. كلمة كوميسيون ممكن أنها تعني لجنة إلى غير ذلك أو دعوة، لكن كما عندنا هنا نتكلم عن جزء من الأرباح، إذا نتكلم عن عمولة. طبعا هاد الجهة ستقوم بهذا العمل مقابل عمولة، إذا أون كونتر بارتي دو لا كوميسيون، إذا طبعا هي اقترحت هاد الخدمة مقابل عمولة. بور سو فار، من أجل هذا العمل، طبعا لكي ينجز هذا العمل، لو فو كوميرسيال نيغوسيي لافير، إذا نتكلم عن التاجر المزور كما نقول نيغوسيي، يعني أنه ناقش. طبعا نتكلم عن لو فيرب نيغوسيي، يعني أنك تناقش شيئا ما، أنك تناقش ثمنا مثلا، كما عندنا هنا نيغوسيي لافير، طبعا أنه ناقش هاد المهمة. سيني لو كونترا، ثم أنه وقع العقد. Ébaliser la voie à la société de distribution. Ébaliser la voie à la société de distribution. Ébaliser la voie à la société de distribution. كما نقول أن وضع المعالم لشركة التوزيع. باليزي كما نتكلم عن لي باليز، تلك الأدوات التي نضع على جنبات الطريق مثلا، إذا نتكلم عن لي باليز. Sur la base du contrat، على قاعدة العقد، المقصود هنا على أضواء هذا العقد. سيني على أضواء، sur la base du contrat signé، sur la base du contrat signé، إذا كما نقول على قاعدة هذا العقد الموقع، المقصود بمعنى آخر على أضواء هذا العقد الموقع. les responsables du moulin livrer les produits à la société de distribution، مسؤولي المطاحين ليغي، أنهم سلموا مرتكزين على هذا العقد الموقع
les responsables des moulins livraient les produits à la société de distribution. إذا طبعاً على ضوء هذا العقد الموقع مسؤول المطاحين livrer les produits كانوا يسلمون البضائع أو المنتوجات à la société de distribution إلى شركة توزيع afin de les revendre من أجل إعادة بيعها sur le marché على السوق أو في السوق et de gagner leur commission وليربحوا عملاتهم كما اتفقوا على ذلك mais précise les sources du quotidien ولكن كما أوضحت مصادر اليومية mais précise ولكن كما أوضحت les sources du quotidien مصادر اليومية les membres de la bande ne cédaient pas les produits selon les clauses du contrat Les membres de la bande ne cédaient pas les produits selon les clauses du contrat. Aba al-Isaba ne cédait pas. Il y a même l'ami bureau. Taban le verbe cédé maqsoubi aydan ba'a. Ne cédait pas les produits. Il y a même l'ami bureau. Elle m'en toujait selon les clauses. Selon les clauses du contrat. Hasab tifaqiyat al-aqt. Hasab shorot al-aqt. أو حسب بنود العقد مي لي فوندي ا دي بري تري با ولكن باعوها بأثمنة جد نازلة كما نقول المقصود أنهم باعوها بأثمنة رخيصة اكزيجون يعني ملزمين لو بيمون اون ارجون ليكيد يعني أنهم كانوا يلزمون المشترين لو بيمون يعني بأداء en argent liquide يعني انهم كانوا يلزمون المشترين بالاداء باموال حقيقية لم يكونوا يسمحون مثلا بالشيكات او بوسائل اخرى للدفع par la suite فيما بعد il règle au moulin les montants globaux des transactions par des chèques au nom de l'époux de la gérante de la société de distribution et donc par la suite فيما بعد الغيغلي يعني انهم كانوا يسوون المقصود انهم كانوا يؤدون طبعا هم سيأخذون الاموال من المشترين ثم سيؤدون الاتمينة لمن للممولين نتكلم عن المطاحن هنا par la suite فيما بعد الغيغلي اذا هم كانوا يسوون املا للمطاحن لمونطون غلوبو كانوا يسوون المبالغ الإجمالية دي ترانزاكسيون بار دي شيك كانوا يسوون المبالغ الإجمالية دي ترانزاكسيون طبعا كلمة ترانزاكسيون مقصود بها تلك العملية التي تتم بين البائع والمشتري البائع يعطي السلعة والمشتري يعطي أموال إذا نتكلم عن هذه العملية تسمى ترانزاكسيون إذا طبعا هؤلاء الأعضاء كانوا يسوون هاد العمليات عملية البيع والشراء par des chèques من خلال شيكات en nom de l'époux باسم الزوج يعني هذه الشيكات كانت تحمل اسم الزوج de la gérante de la société de distribution اذا كانت تحمل اسم زوج مسيرة شركة التوزيع faut savoir les sources du quotidien عملت على المعرفة مصادر اليومية بمعنى آخر كما أوضحت مصادر اليومية faut savoir يعني أنها عملت على المعرفة المقصود أنها عرفت من عرف بهذه الأخبار التي ذكرنا الآن les sources du quotidien يعني مصادر اليومية التي نتحدث عنها Mais les chèques étaient sans provision. Mais les chèques étaient sans provision. ولكن الشيكات كانت بدون رصيد. Et l'individu recherché à l'échelle nationale. ثم الشخص المبحوث عنه à l'échelle nationale. على المستوى الوطني. Pour émission de chèques en bois. Et l'individu
ريغوشيرش على ليشيل ناسيونال ثم الشخص المبحوث عنه على المستوى الوطني بوغ ايميسيون دو شيك اون بوا بسبب اصدار شيكات اون بوا بدون رصيد. طبعا الشيكات بدون رصيد يسمى ايضا شيك اون بوا شيك اون بوا او بيان شيك سون بروفيزيون. ما لا شيك اتي سون بروفيزيون ولكن الشيكات كانت بدون رصيد. الانديفيدو ريغوشيرش على ليشيل ناسيونال pour émission de chèque en bois est escroquerie. Tout le شخص المبحوث عنه على المستوى الوطني pour émission de chèque en bois بسبب إصدار شيكات بدون رصيد est escroquerie. ثم تبين حينئذ بأن الشخص سبق البحث عنه على المستوى الوطني est escroquerie. ثم بسبب النصب est escroquerie. ثم بسبب النصب. C'est ainsi que l'affaire a éclaté. C'est ainsi que l'affaire a éclaté. إنه عندئذ بأن الأمر انفجر. إذن من هنا كما نقول أن الوضع انفجر. أجوت لو كوتيديان أضافت اليومية. أجوت لو كوتيديان. إنه حينئذ أو إنه هكذا انفجرت القضية أو انفجر الأمر إلى غير ذلك. أجوت لو كوتيديان أضافت اليومية. إذن من هنا أعرف بأن القضية فيها خداع وليس كما تم الاتفاق عليه. À Tétouan, bimédine à Tétouan, le parquet compétent a réagi rapidement en ordonnant l'ouverture de l'enquête et l'arrestation des éléments de la bande. À Tétouan, bimédine à Tétouan, le parquet compétent, l'étiquette al-Qanon al-Mukhtas, a réagi rapidement en ordonnant l'ouverture de l'enquête et l'arrestation des éléments de la bande. Et donc, le parquet compétent, l'étiquette al-Qanon al-Mukhtas, a réagi. أنه استجاب أو أنه تفاعل بمعنى آخر rapidement بسرعة en ordonnant l'ouverture d'une enquête et l'arrestation des éléments de la bande. يعني آمرا بفتح تحقيق et l'arrestation des éléments ثم توقيف العناصر de la bande عناصر العصابة avant qu'il arnaque d'autres entreprises قبل أن تنصب على d'autres entreprises à la chériquette okhra. La dernière victime de cette bande, idan akhir dahiya lihad al-isaba, a été une célèbre société de moulin. Kanat chériquette matahana mashoura. A été une célèbre, yani kanat mashoura. Men illati kanat mashoura? Société de moulin. Chériquette matahana. Ghouli kama lana qul anna lufet. غولي كما نقول أن لفت أو أحيط بها selon le même modus operandi بنفس الطريقة العملية. Le commercial a proposé ses services de distribution de farine et de produits dérivés en contrepartie de 5 dirhams par quintal. يعني أن التاجر le commercial a proposé ses services de distribution يعني أن التاجر يقترح خدماته للتوزيع de farine et de produits dérivés يعني يقترح خدماته لتوزيع الطحين et de produits dérivés ثم المنتوجات المتشعبة عنها أو المنتوجات المنحدرة من هذا الطحين التنوية. نتكلم عن بقية المنتوجات التي تنتج أيضا نفس هذه المطاحين. إذا نتكلم عن برودوي ديريفي أون كونتر بارتي. طبعا هذه العصابة تقترح خدماتها بتوزيع الطاحين ثم بتوزيع بقية المنتوجات أون كونتر بارتي دو 5 درهم بار كانطال مقابل 5 دراهم لكل قنطار. أبخي بليزيو كوموند بعد عدة كوموندات بعد عدة طلبات لو بو اوروز كما نتكلم عن وعاء بالورود ا اتي ديفوالي انه تم الكشف عنه كما نتكلم عن هذا الوعاء بالورود تم فضح امره. كما نلاحظ في الاونه الاخيره انتشرت الكثير من الجرائم بسبب انعدام الضمير ثم بسبب ربما القوانين التي لا تساير هذه التطورات المؤسفة. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.